جنرال مور شو بده؟ قال ايقاف العنف والحوار مع النظام. طيب نحن عندنا بند 2 3 4 تخطيتوهم، ما شفنا لا قنوات، لا شفنا صحفيين، لا شفنا مظاهرات سلميه كلها عم تقوس عليها، لا شفنا منظمات حقوقيه اجت اعطت اكل لفلان وفلان وفلان. يعني مول يعني ينظم مع النظام، يعني اختصر البنود السته ببندين. هو البند الاول ايقاف العنف والحوار مع النظام. طيب لحظه، نحن قلنا له اذا وقف العنف وتم الحوار، يعني هذا نحن ما بدنا حوار مع هيك نظام. كيف بدي حاور وانا قاعد بالشارع؟ طيب لا حترجع وين؟ لا يعني البنود وينها؟ بندق ملي الحكي يا سياده الرئيس. شو هذا ما